مساء الخير. النهاردة نجحت الأجهزة الأمنية في كشف غموض الحادث اللي كان حديث مصر كلها الفترة الماضية وتحديدا يوم الثلاث الماضي، وهي واقعة العثور على ثلاث جثث للأطفال بالطريق العام بالماريوتية. إيه اللي حصل تحديدا؟ أولا تم التوصل لشاهد وهو بائع مشروبات متجول بالمنطقة اللي فيها تم العثور على هذه الجثث، واعترف ان هو تقريبا الساعة 11 مساء لقى توك توك قادم من الاتجاه العكسي بطريق الماريوتية، وكان في التوك توك ده سيدتان وطفلة، وقامت السيدة او السيدتين تحديدا بإلقاء سجادة واكياس بلاستيك سوداء. سائق التوك توك ده كمان اعترف انه قام بتوصيل السيدتين وكان برفقتهم هذه الطفلة اللي تبلغ من العمر حوالي 9 سنوات لمكان الواقعة وانصرف. وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى العقار محل سكن السيدتين، وتبين وجود أثار حريق بإحدى الحجرات، وإن سبب هذا الحريق اتصال مصدر حراري سريع ذو لهب مكشوف اللي هو عود ثقاب ببعض المحتويات اللي هي سهلة الاشتعال بأرضية الحجرة من ملابس ومفروشات وخلافه ليحدث هذا الحريق بالحالة اللي وجد عليها. تبين أيضا من التحريات أن السيدة اللي ألقت الجثث دي للأسف هي أم الأطفال الثلاثة، وإن كل طفل لها من زوج عرفي. يعني هذه الأم تجردت كده من مشاعر الأمومة فألقت بجثث أبنائها بهذه الطريقة الوحشية، زي ما حضرتكم شفتم الناس كلها راحت لأن في عصابة كبيرة وإن مش ممكن حد يعمل هذا أو هذا المشهد المؤلم إلا ما تكون عصابة بتدجر في البشر زي ما قالوا الناس. يعني هي طبعا ده تسرع من البشر، وكان في شائعات كثيرة جدا حاوتت هذا الموضوع لأن ما كانش حد يتصور أبدا إن ممكن حد يقوم بهذه البشاعة أو هذه الجريمة البشعة وممكن تكون أم. طبعا التحريات وصلت ان كل ابن من هؤلاء الابناء لزوج عرفي، وكان منهم اتنين كمان مطربين شعبيين، يعني كسيبه. السؤال بقى اللي بيطرح نفسه بعد هذه الواقعه البشعه، هل فعلا الحريق ده كان قضاء وقدر؟ ولا الام حاولت تدبر هذا الموضوع للتخلص من ابنها، خاصه انها تزوجت بالفعل من الرابع؟ الأكيد طبعا التحريات هي اللي هتكشف لنا عن وقائع هذه الواقعة البشعة وإيه اللي بيحصل ومين فعلا الجاني، وهل هي قضاء وقدر ولا الأم فعلا اللي تجردت من مشاعر الأمومة وعملت كل ده. زي ما حضرتكم شايفين الصورة بشعة جدا، وطبعا الناس اللي شافت هذا الموضوع عملوا حاجتين غلط. أولا إن هم تنبؤوا بتفاصيل الواقعة وقالوا إن ده في طبعا وراها عصابة للاتجار بالبشر وإلى خلافه، وعملوا حالة من الرعب والتخويف اللي سمعناها في الفترة الماضية واللي احنا أخذنا عليها من مواقع يا جماعة بتسيء لمصر، نستنى شوية ونتريث عشان نعرف الحقيقة. ومفيش يعني من يوم الثلاث اللي فات لغاية دلوقتي احنا الحمد لله الأجهزة كانت صحية وقدرنا نوصل للحقيقة واللي حصل بالظبط، وعرفنا ايه اللي حصل وملابسات الواقعة، وهنكون معاكم لحظة بلحظة ونعرف نتائج التحقيقات لان الحادث كان بشع جدا. لكن المهم الحمد لله ان مفيش حاجة اسمها عصابة للاتجار بالبشر، دي كانت ام حاولت التخلص من ابنائها نتيجة للزواج العرفي. طب انت بتتجوزي عرفي بتخلفي ليه؟ مش عارفة الحقيقة، هي حرة بس تعمل كده ليه في ابنائها؟ يعني الموضوع غريب جدا. طيب الصفحات بكرة اكيد اشارت لهذا الحدث الاليم. طيب خلينا نبدأ بالمنشط الرئيسي لليوم السابع، هنبدأ باليوم السابع ولا ايه يا جماعة؟ طيب الأخبار وصلت لنا، الأخبار دايما بتيجي متأخر بس معنا المنشط الرئيسي للأخبار بكرة والصفحة الأولى بتقول ايه؟ البرلمان بيوافق أخيرا على قوانين الصحافة وبينتصر للحريات، نقابة الصحفيين تشكر الرئيس ونواب الشعب والحكومة، وصورة بتجمع ما بين الأستاذ أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام، وطبعا اللي هو تعب كبير كتير جدا الحقيقة، وكان جهد مشكور جدا للجنة الثقافة والإعلام حتى يخرج هذا القانون للنور، لانه هيعمل تنظيم كبير جدا يا جماعه في الصحافه والاعلام في الفتره القادمه ان شاء الله. والكونجرس الامريكي كمان بيقول الاخوان جماعه ارهابيه، والداخليه تكشف اسرار وتفاصيل حادث اطفال الماريوتيه زي ما قلت لحضراتكم، والتوك توك عكس الاتجاه في شوارع العاصمه، سبحان الله مشي بالطريق العكسي فكان سهل جدا ان يتم العثور على مرتكب الواقعه. اليوم السابع بقى المنشط الرئيسي لها جاء بكره تحت عنوان الام في الكباريه. الموضوع ده طبعا اكيد هتلاقوا طبعا ناس كتير قوي بتتكلم عنه، والنهارده كمان معانا مقال للاستاذ عماد الدين حسين بيتحدث عن هذه الواقعه تحديدا. لكن اليوم السابع وباللون الاسود، الام في الكباريه واطفال الزيجات العرفي ماتوا في حريق بالشقه،
الأم تعترف بأن أولادها من 3 رجال غير زوجها الحالي، والجيران بيكشفون لليوم السابع أسرار جديدة. بكرة اليوم السابع عاملة لقاءات مع جيران هيقولوا بقى وقائع جديدة وتحقيقات مهمة جدا حول هذا الموضوع. لكن كمان كأس العالم فرنسي النهاردة، طبعا كان حدث مهم جدا، كأس العالم خدته فرنسا. وعايز احكي لكم كده سريعا لان كنت موجوده من سنتين في فرنسا كأس اوروبا، ايه الاحتفالات اللي بتحصل في الشوارع لما فرنسا بتفوز سواء خسرت او فازت. يعني هم ما كانتش فايزه في هذا اليومين، بس لما في كأس اوروبا حصل فوز للفريق المنافس، الفرنسيين خرجوا جنبا الى جنب مع عشاق القرى ومع الناس اللي كانت بتشجع الفريق المنافس، وكانوا بيهتفوا معاهم، وكان في حاله من التشجيع، روح رياضيه كانت جميله. بعد كده الشوارع بدات تقف، دخل على طول الشرطه في الحال وعملوا غازات سيله للدموع، لان ممنوع ان تتجاوز حريتك وتطغوا يعني على حريه الاخرين. هم عندهم ما فيش حاجه اسمها الشوارع تقف عشان انت بتشجع، تشجع ما تشجعش ده حريه شخصيه لك، لكن مش معناها ابدا انك تقف تقفل الشوارع. الشوارع طبعا لما اتقفلت الشرطه دخلت سريعا وغازات مسيله للدموع فرقت كل المتظاهرين. انا كنت موجوده الحقيقه، الغازات كانت نشطه جدا وكانت بتتعب العين، بس كنت سعيده جدا بحاله ان الناس ما اعترضتش، لان احنا غلطانين فليه نعترض. يعني حاله جميله جدا، يبقى روح رياضيه من الشعب الفرنسي، وكمان اتعلمت منهم ان هم بيحترموا القانون، القانون فوق الجميع. يا ريت نتعلم منهم ان القانون فوق الجميع، لو عملنا حاجه غلط والشرطه تدخلت نحترم القانون، لان احنا بنحترم البلد اللي احنا بننتمي ليها. خلينا نروح بكره كمان الصفحه الاولى لجريده الدستور بتقول ايه. البانشيت الرئيسي لها: البرلمان بيفشل في اختبار منح الثقه لحكومه مدبولي. النواب بيلغي الحبس الاحتياطي في قوانين الصحافه استجابه لملاحظات النقابه ويسمح بمنح الجنسيه للمستثمرين الاجانب. في كمان موضوعات أخرى كثيرة، منها برضو طبعا ترامب وبوتين والشرق الأوسط على المائدة. التعليم: الطلاب السوريون سيعاملوا مثل المصريين، وده الحقيقة موضوع في غاية الأهمية. تقروا تفاصيل أكتر بكرة على جريدة الدستور. خلينا نروح للشروق. الشروق المنشط الرئيسي بكرة جه تحت عنوان: البرلمان يعدل مواد في قوانين الصحافة والإعلام. وهذا الموضوع طبعا بيشغل الرأي العام في مصر، لأن كمان النهاردة نقيب الصحفيين على مدى يومين، امبارح قابل المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، والنهاردة كان مع دكتور علي عبد العال علشان يوصلوا صوتهم للبرلمان ويتم التعديلات طبقا يعني توافق من الجميع ما بين البرلمان وبين الصحفيين، والحمد لله تم حدوث توائم في الآراء بأجمعها. خلينا نبدأ مع الشروق والصفحات الداخلية بتقول: إبراز طبعا موافقة مجلس النواب على مشروع قانون بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، وهذا القانون بشأن الجنسية المصرية. القانون ده بيسمح للأجنبي المقيم لمصر لمدة 5 سنوات بالحصول على الجنسية. دي شوية تعديلات في القوانين عشان يبقى فيه كده توائم في القوانين الخارجية، يعني لازم يبقى مقيم في مصر لمدة 5 سنين عشان يحصل على الجنسية المصرية، وديعة كمان لا تقل عن 7 ملايين جنيه على الأقل أو ما يعادلها من العملة الأجنبية لإقامة الأجنبي. كتير قوي من الدول بتعمل كده، وكمان في بعض الدول بتشترط إن هو ما يسافرش ابدا طوال الفتره اللي يعني لو احنا 5 سنين علشان يحصل على الجنسيه. في بعض الدول زي تركيا 3 سنين بس ما يسافرش ابدا، ما يخرجش من البلد، فبالتالي بيحق له انه يحصل على الجنسيه التركيه. لكن في مصر لا، ممكن تسافر وكل حاجه، بس مده الاقامه 5 سنوات داخل البلد تحصل على الجنسيه المصريه. دي تعديل في القوانين الحقيقه في غايه الاهميه. الدستور بكره ابرزت موافقه مجلس النواب على عدد من التعديلات في مشروعات القوانين الخاصه طبعا بتنظيم الصحافه والاعلام، من بينها الغاء الحبس الاحتياطي في قانون تنظيم الصحافه والاعلام. وكمان المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ليصبح نصها مطابق لنص المادة 71 من الدستور كالآتي: لا توقع عقوبة سالبة للحريات في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد. اليوم السابع أبرزت قرار الحكومة بإنشاء شركة جديدة للإشراف على تنفيذ وتشغيل مشروع أول قطار سريع في مصر، بيمتد من العين السخنة وحتى العلمين وبيمر بالعاصمة الإدارية و6 أكتوبر والإسكندرية، على أن تشارك في ملكية الشركة الجديدة الهيئة القومية للإنفاق أو للإنفاق التابعة لوزارة النقل وهيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان.
اليوم السابع أبرزت تصريحات دكتور محمد معيط وزير المالية اللي أكد فيها أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلفه بالفعل بشكل مباشر بتوفير أي دعم مالي لقطاع الصحة والسكان، خاصة فيما يتعلق بملف التأمين الصحي الشامل الجديد. وأشار كمان أنه جاري بالفعل في الفترة الحالية تحديد غير القادرين اللي هيتم إعفائهم من الاشتراكات في منظومة التأمين الجديدة. وقال كمان أن وزارة الاتصالات بتبني أكبر نظام إلكتروني لأداء خدمات المنظومة للمرضى. الدستور نقل التصريحات مدير بعثة صندوق النقد الدولي لمصر اللي قال فيها ان اجراءات الاصلاح الاقتصادي اللي اتخذتها الحكومة المصرية ضمن برنامجها الوطني اسهمت في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وهو ما ظهر بتقليص العجز المالي بشكل لافت. الشروق أجرت حوار مع المتحدث باسم الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود واللي أشار فيها لأن الوكالة شاركت بالفعل في إنقاذ 7600 مهاجر في البحر المتوسط هذا العام، وأضاف أن المهاجرين دول بيسلكون ثلاث طرق للوصول إلى أوروبا، وهي شرق البحر المتوسط ووسطه وكمان غربه. اليوم السابع التقت بعدد من أوائل الثانوية الأزهرية لعام 2017-2018 وحكوا لها عن نجاحاتهم والطرق اللي أوصلتهم لهذا المستوى من التفوق والحصول على المراتب الأولى على مستوى الجمهورية. الجريدة نقلت عن الطالب محمد حسام وهو الحاصل على مركز أول مقرر، وقال إن تفوقه ده بيعتمد فيه على قصص مهمة جدا بالمعهد بجانب الدروس والمذاكرة أول بأول، ولأن والدته طبعا كانت جنبا إلى جنب معه حتى وصل لهذا المستوى من النجاح. دايما الوالدة الحقيقة أو الأهالي بيقفوا جنب أبنائهم في هذه المرحلة الصعبة حتى يصلوا إلى بر الأمان. هم بيعتبروا إن دخول الجامعة ده بر الأمان، لكن ده بداية مش نهاية. الشروق أشارت إلى استقبال معامل التنسيق الإلكتروني أو معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات الحكومية غدا تقريبا هتكون 9 صباحا. طلاب المرحلة الأولى الراغبين في تسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات، المرحلة دي هتستمر من الاثنين حتى يوم الجمعة إن شاء الله. خارج السيطرة، قامت جريدة الدستور الحقيقة بعمل ملف مهم جدا بعنوان خارج السيطرة عن تعرض المجتمع المصري خلال السنوات القليلة الماضية إلى تغيرات طارئة، وده نتيجة الانفتاح على وسائل التواصل الاجتماعي. هي موضوع في غاية الأهمية، وده قالت إن هي أفرز حقيقة عدة ظواهر غريبة جدا خاصة لدى أبناء الأجيال الجديدة، وتمثلت أبرزها في التحرر والعيش خارج الإطار الأسري إلى جانب اعتناق سلوكيات مستوحاة من المجتمعات الغربية. وعبر الكثير من أولياء الأمور عن صدمتهم من السلوكيات الغريبة اللي بيمارسها أبنائهم عبر السوشيال ميديا. وفي هذا الملف بيتحدث هؤلاء الآباء لجريدة الدستور عن تجربتهم مع أبنائهم. الحل ايه؟ ده اللي هتعرفوه بكره في جريده الدستور. اليوم السابع اشارت الى تصريحات دكتور ايمن حمزه المتحدث الرسمي باسم وزاره الكهرباء اللي اكد فيها ان فاتوره الاستهلاك اللي بيتم تحصيلها هذه الايام هي فاتوره استهلاك شهر يونيو، ولكنها بتصدر في يوليو. البعض بيقول ان ليه الفواتير زادت، فهو بيقول لكم ان الفاتوره بتصدر السنه الشهر ده هي بتاعت الشهر اللي فات، واستهلاكه في يوليو هو اللي هيطلع في اغسطس. قال كمان ان الفاتوره دي بيتم تحصيلها طبعا وفقا للاسعار القديمه وليس باسعار الشرائح الجديده اللي تم اعلانها، وان الاسعار الجديده سيتم تطبيقها على استهلاك شهر اغسطس. بعنوان المنتقبات ايضا يتعرضن للتحرش، دي حكايات من خلف الرداء الاسود. الشروق سلطت الضوء على الاضطرار لإحدى الفتيات إلى خلع هذا النقاب بعد عام واحد من ارتدائه، وده بعد فشل محاولتها لصرف أعين المتحرشين عنها. وقالت الفتاة إنها قامت بارتداء النقاب باعتقادها إنه الحل الأنسب حتى تكف المضايقات عنها اللي تتعرض لها بصورة شبه يومية، لكنها لم تلاحظ أي تغيير بعد ارتدائها، بل تطور لاعتقاد البعض أن من يرتديه لا يمكنه الرد على تلك التعديات، بما يدفع المتحرش إلى التمادي في المضايقات. هنروح لمقالات الرأي.
حماد الدين حسين بيتكلم النهاردة في مقاله في الشروق واللي جه تحت عنوان دلالات مقتل أطفال المريوطية عن الشائعات اللي تداولت بشكل كبير جدا عن أطفال المريوطية. وبيقول الكاتب أنه إذا صحت رواية أن حريقا وراء مقتل أطفال المريوطية الثلاثة والسبب تقصير الأم أو ظروفها الصعبة، فإن على كل من تسرع وراء وجع لوجود مافيا تجارة أعضاء وراء الحادث أن يعتذر، والأهم أن يتوقف عن مثل هذا النوعية من التفكير المعلل لأن ضرره أكتر من نفعه. عماد الدين حسين بيضيف أنه حينما تم العثور على الأطفال الثلاثة راجت شائعة أن بطون الأطفال المقتولين كانت مفتوحة ومنزوع منها بعض الأعضاء، وانجرفت غالبية وسائل الإعلام خلف هذه الرواية، وبدأ كثيرون يحللون الموضوع على هذا الأساس رغم أنه لم يكن هناك أي تصريح رسمي أو رواية لشاهد عيان تؤكد هذه الرواية. ما أريد مناقشته والكلام هنا لعماد الدين حسين هو ضرورة ألا تندفع سواء في وسائل الإعلام التقليدية أو وسائل التواصل الاجتماعي خلف الشائعات وأنصاف الحقائق أو أربعيها قبل أن نتبنى الحقيقة، وبعدها يمكننا أن نفتي ونحلل ونناقش كما نشاء. مقال آخر للكاتب خالد ناجح بجريدة اليوم السابع وجاء تحت عنوان فكر في البلد. الكاتب بيقول لست هنا بصدد إعطاء الدروس للزملاء أو الأساتذة الكبار في الصحافة والإعلام، إنها مجرد وصفات أطلقها لكي نفوق من هذا الجنون الذي نعيشه بكل وسائلنا الإعلامية. الكاتب بيقول إن في كل بلدان العالم عندما تحدث أي حادثة كبيرة أو صغيرة لا يجرؤ أحد على الكتابة ولو حرف واحد إلا من خلال البيانات الرسمية اللي بتصدر من الجهات اللي بيقع في دائرتها الحدث. ناجح أشار إلى أن خلال التغطية الإعلامية لحادث شركة هليوبلس للصناعات الكيميائية كان المشهد كالتالي: وجدنا وكالة رويترز تبث الخبر بطريقة تجعلك تفهم أن الانفجار داخل المطار، وتلا ذلك خبر إيقاف الملاحة الجوية بمطار القاهرة، ولحظات وأصبح الخبران على القنوات العالمية وخاصة المتنمرة لمصر، وحتى القنوات الصديقة وقعت في فخ هذا التسرع. والسؤال هنا، هل كانت تجرؤ رويترز على نفس الفعل لو تم الحادث في بريطانيا؟ الكاتب بيقول بالطبع المسؤول لن يخرج ليقول استنتاجات سواء للدولة أو للإعلام، لابد أن يمتلك معلومة حقيقية ليقولها أولا لكي نسمع الحقيقة ونفهمها، وهذا يتطلب بعض الوقت والتريث قليلا. لسه مكملين مع حضراتكم بعد فاصل قصير. أهلا بكم من جديد، هنروح لفقرة الكاريكاتير. أول كاريكاتير معانا من البيان الإماراتية وهو بريشي تعامر. وكاريكاتير آخر من عقاب السعودية بريشة سالم الهلالي وهو عن حساب تميم وأنه أصبح بيفقد 91% من متابعيه الوهميين. الغد الأردنية ده كاريكاتير عن آخر أيام المونديال. هنروح سريعا لأبرز ما جاء في الصحافة العربية والدولية. هنبدأ من الأوبزيرفر لنشرة النهاردة موضوع لمراسلها في القاهرة بيتناول فيه الاكتشافات اللي أعلن عنها في مصر العشرات المومويات وورشة للتحنيط في منطقة سقارة. الصحيفة بتقول إن بعض هؤلاء المومويات وضعت لها أقنعة مزينة بقطع ذهبية وفضية في تنوع كبير، بما أوحى للعلماء الأثريين بأن الاكتشاف سيساعد بالفعل في توضيح أسرار عملية التحنيط عند قدماء المصريين. الصحيفة بتوضح أن المسؤولين أكدوا بالفعل وجود أنواع مختلفة من الزيوت كانت تستخدم في التحنيط علاوة على أدوات مميزة للقياس، وهو ما قد يساعد في الكشف عن التركيبة الكيميائية اللي استخدمها الفراعنة لتحنيط الموتى. الاندبندنت نشرت موضوع لمراسلها في موسكو تحت عنوان قبل قمة بوتين ترامب، خبراء بيقولوا إن الكريملين بينظر إلى ترامب كأحمق ويحاول استغلاله.
ويقول المراسل أن ترامب بعدما انتهى من دحر حلفائه في حلف شمال الأطلسي الناتو، توجه الرجل مباشرة إلى العاصمة الفنلندية لعقد القمة المرتقبة منذ فترة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين. ويوضح أن اختيار فنلندا لأول قمة بهذا الحجم بين الرئيسين لم يكن مصادفة، وقال أن تناولته وسائل الإعلام سواء غربية أو عربية على لسان مسؤولين روس بأن المقر الأول للقمة كان العاصمة النمساوية فيينا، لكن الجانب الآخر أصر على التغيير. دي كانت أبرز منشطتنا النهاردة، غدا إن شاء الله منشط جديد مع رانيا هاشم. إلى اللقاء.